اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها عصر اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا بالجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز. ودخل الفريق معسكرا مغلقا عقب المران استعدادا للمباراة المقر لها 8 من مساء الغد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميلنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. آخر استعدادات النادي الأهلي في تمرينة اليوم يا محمد. آخر الاستعدادات يمكن في هذه اللحظات وأنا معاك على الهواء مباشرة من مقر الأهلي بالجزيرة، حافلة الخاصة بالنادي الأهلي تستعد طبعا للخروج من مقر النادي للدخول إلى إحدى فنادق الإقامة وانصراف الفريق في معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراة الهامة والصعبة جدا التي وصفها إنها مباراة صعبة، مباراة الإنتاج الحربي. لكن منذ قليل أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني قائمة مباراة الإنتاج الحربي. طيب وضبط القائمة. يا ريت تبتدي معايا بالقائمة وبعد كده نتكلم على مجريات التمرين. طيب تمت القائمة 21 لاعب، يمكن محمد الشناوي حارس المرمى عاد من جديد لقائمة الفريق بعد الغياب عن القائمة المباراة السابقة، حيث في حراسة المرمى ضم الجهاز الفني محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. في خط الدفاع أحمد فتحي ومحمد نجيب، أيمن أشرف، محمد هاني، صبر رحيل وعلي معلول. في خط الوسط حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي وكريم مدن. في خط الوسط الهجوم وليد سليمان، باقة، إسلام محارب، وليد أزارو، جونيور أجاييه، مروان محسن وصلاح محسن. 21 لاعب هم قوام القائمة التي اختارها الكابتن حسام البدري. غاب سعد سمير بالطبع عن القائمة وبالتالي أيضا غاب عن التدريب اليوم نتيجة حصوله على الإنذار الثالث وعدم تواجده في المباراة القادمة، والجهاز الفني أعطاه راحة اليوم أجازة خاصة لعدم طبعا انصرافه في المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربي. أبرز ما في تدريب اليوم محمد، يمكن عبد الله السعيد النهاردة لأول مرة يظهر في التدريبات على ملعب الدبش حيث نزل مدة قصيرة يعني الأداء بعد المران التأهيلي البسيط في أرضية الملعب بعد حصوله على إجازة خلال الثلاث أيام الماضية. طب هل كان مع الأخصائي الأحمال البدنية ولا كان مع الدكتور خالد؟ لا كان مع دكتور طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. دكتور طارق دكتور طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ولكن الكابتن حسام البدري اجتمع معاه كده مدة خمس دقايق في المران، هو كان مطمن منه عن حالته مدى استعداده للبرنامج التأهيلي، التفاصيل الخاصة براحته خلال الثلاث أيام الماضية، التغذية، العوامل الفيزيولوجية الخاصة بعبد الله السعيد خلال الفترة القادمة، لأن الجهاز الفني بيأمل إن عبد الله يعني إذا ما كانش في هناك استعداد يلحق بمباراة الداخلية على الأقل يكون جاهز بمباراة منانا الجابوني في الأسبوع الأول من شهر مارس بإذن الله. طيب هل تحدثت مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن إمكانية لحاق عبد الله بلقاء منانا؟ عقب مباراة الإنتاج الحربي وخلال اليومين القادمين هيكون في أشعة أخرى لعبد الله السعيد للإطمئنان على درجة الشد اللي أصيب بيه ومدى جاهزيته أولاً لمباراة الداخلية، لأن الجهاز الطبي بيحاول بعد مباراة الإنتاج يكون عبد الله جاهز لمباراة الداخلية ويكون تعافى من الشد في العضلة الخلفية. لكن مباراة منانا الجابوني أنا سألت الدكتور خالد تحديداً في مباراة أفريقيا، أنا ما سألتش على مباراة الإنتاج والداخلية من الكلام ده من يومين. قال لي على مباراة افريقيا باذن الله بنسبة كبيرة هيلحق ان شاء الله وهيكون جاهز، لكن احنا الاول ادينا له راحة ثلاث ايام وهيكون في برنامج تأهيلي ما بين مباراة الانتاج والداخلية عشان نشوف مدى جاهزيته للمباراة. النهارده طيب. باسم علي عايز اقول لك برضه من اللعيبة اللي كانت غايبة عن التأهيل خلال الايام السابقة، باسم علي النهارده كان موجود وكان بيأدي مران تأهيلي داخل غرفة خلع الملابس. كابتن سيد معوض رغم ان هو وصل بالامس لكن حصل على اذن في الغياب عن تدريبات الفريق النهارده وهينضم لهم في المعسكر بمجرد ما يصلوا لفندق الاقامه. دكتور انيس الشعلالي مدرب اللياقه البدنيه يمكن هو كان في تونس وفي اجازه خاصه باذن الجهاز الفني يعني لم يتعذر ليه ان هو يلحق المران الجماعي النهارده الفريق، لكن في هذه اللحظات وانا معاك لسه داخل دلوقتي لمقر النادي وهيكون مع الفريق الاتوبيس وهو بيتوجه للمعسكر باذن الله في احدى الفنادق القريبه من استاد القاهره. طيب محمد هل في تقرير اخر عن باقي اللعيبه المصابون في النادي الاهلي؟ باقي اللاعبين الحمد لله يعني قائمه الاصابات خاليه بشكل كبير، ما فيش غير عبد الله السعيد وباسم علي واحمد حمدي. كان من المتوقع ان احمد حمدي النهارده ينزل يشتغل في المران الجماعي مع الفريق، لكن الجهاز الطبي تمهل شويه في دخول احمد حمدي والنهارده ادى تدريبات تاهيليه لكن بمعدلات بدنيه اكبر شويه من الفتره السابقه، يعني يقترب شيئا فشيئا من الدخول في المران الجماعي، لكن بخلاف ذلك قائمه الاصابات الحمد لله خاليه، يعني كل اللاعبين الحمد لله جاهزين للدخول في المباريات خلال الفتره القادمه بشكل جيد جدا. لكن طيب. عايز اقول لك على نقطه مهمه النهارده لاحظتها في التدريب على الكرات الثابته.
عدد من اللاعبين اللي طب محمد استاذنك بس نبتدي التمرين بفقراته، ابتدى الفقره الاولانيه كانت ايه؟ الفقره الاولانيه انت عارف النهارده تمرين ليله المباراه بيبقى المران البدني خفيف، يعني كان في معدلات جري شويه في اللياقه البدنيه والمران البدني، وبعد كده تقسيمه جماعيه ما استمرتش حوالي اكثر من 25 30 دقيقه. التدريب القوي اللي كان فيه تفاصيل فنيه اكثر كان تدريب الامس، لكن لا. تمرين النهارده هو كان طب ممكن اسالك التقسيمه كانت لعيبه، يعني فرقه بتضم مين من اللعيبه والفرقه الاخرى كانت بتضم مين؟ ما تستقرش على العدد الاساسي اللي موجود في كل فرقه، لان كل 10 دقائق كان بيحصل ميكس في مشاركه باللاعب واخر. نعم. حتى ما تقدرش تقول في التقسيمه الجماعيه، انا فاهم سؤالك ان عايز تطلع بالتشكيله الاساسيه اللي هتلعب بكره. ما ظهرتش النهارده في التقسيمه الجماعيه، لكن ظهرت بالامس في تدريب تكتيكي وخططي على تنفيذ بعض الضمان الفنيه، لكن في المران الجماعي اللي بيشارك فيه ال 22 لاعب، كابتن حسام بيعتمد دايما ان هو بيعمل ميكس في مشاركه عدد من اللاعبين، يعني ممكن تلاقي مصطفى طارق الحارس الصاعد امامه بيلعب محمد نجيب ومحمد هاني. نعم. الجهه المقابله ممكن تلاقي حسام غالي بيلعب جنبه اكرم توفيق في خط وسط المدافع. نعم. ما بيظهرش فيها الشكل الاساسي للتشكيله، وهي بتبقى قصه هارموني. الكابتن حسام بيعمل توليفه بين عدد من اللاعبين، بيغير مراكز بمراكز، بيغير لعيبه بلعيبه، وكل 10 دقائق او ربع ساعه بيبدل لعيب في مكان اخر. لكن الجزئيه الاخيره اللي انتهى بها التمرين النهارده كان في الجهاز الفني خصص فقره على الضربات الثابته، شارك في تنفيذها صابر الرحيل واحمد حمودي وعلي معلول ووليد سليمان وعمر السليه واحمد فتحي وبطه ومروان محسن. لا اقدر اقول لك في التمرين ده احمد فتحي احرز اكثر من هدف بشكل متميز جدا، ومحمد الشناوي تصدى للعديد من الكرات بشكل متميز لدرجه ذلك استحسان وتصفيق العديد من الاعضاء اللي كانوا حريصين على متابعه التمرين النهارده في ملعب الكيتشن. دي الصوره بشكل عام النهارده لتدريب الفريق وتحرك الاتوبيس الخاص بالفريق الى فندق الاقامه للاستعداد لدخول في معسكر مباراه الانتاج الحربي. طيب محمد عايز اسالك، ابرز اللاعبين اللي غابوا عن القائمه، هيبقى في تمرين للمستبعدين غدا مع الكابتن سيد معوض. هيبقى في تدريب غدا بالنسبه للاعيبه المستبعدين سواء مصطفى طارق سواء محمد شريف محمد عبد المنعم محمد ايضا كمان محمود الجزار، عدد من اللاعبين اكرم توفيق متواجد في القائمه، هيكون متواجد برضه بكره في تدريب المستبعدين. سعد سمير هيكون متواجد بكره باذن الله ايضا في تدريب احمد ياسر ريان نفس الشيء، واحمد ياسر ريان وباقي عدد اللاعبين المستبعده من قائمه مباراه، يعني اي لاعب بخلاف ال 21 لاعب بما فيهم ايضا اللعيبه المصابين اللي هيأدي تدريبات تاهيليه غدا. طيب. سواء عبد الله السعيد او باسم علي برضه هيكون موجودين في المران المستبعدين غدا باذن الله صباحا. عايز اسالك عن الحاله العامه للفريق قبل مواجهه الانتاج، النادي الاهلي ما شاء الله مسلسل فوز في الفتره الماضيه، هل حاسس ان في نوع من التركيز على الحفاظ على مواصله الفوز؟ في حاله ايجابيه كبيره جدا داخل الفريق، وعايز اقول لك الحماس الكبير والاداء المتميز اللي ظهر بين اللعيبه والجهاز الفني خلال المباريات الاخيره هتشوفه بشكل اكبر خلال الثلاث مباريات القادمه، لان الجهاز الفني وصل لمرحله ان البطوله كلها هتحصل في الثلاث اربع مباريات القادمه، فنسبه التركيز بتزيد ونسبه التركيز في مباراه الانتاج حسب ما اتكلمت مع بعض من اللاعبين وبعض وحتى كمان الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي ده نصا. مباراه الانتاج الحربي هيكون فيها يعني هو دايما الفريق بيركز في كل الماتشات، لكن مباراه الانتاج من المباريات اللي هتلاقي فيها التركيز بشكل كبير جدا، لان المباريات الاخيره لفريق الانتاج الجهاز الفني الاهلي تابعها بشكل كويس جدا، والكابتن سيد في حديثه معايا وصف ان فريق الانتاج من اكثر الفرق تنظيما في الملعب، ومع كابتن مختار تحديدا خلال المباريات الاخيره ظهر بشكل جيد جدا، وبيصف ان المباراه دي من المباريات الصعبه تحديدا في مشوار الاهلي في المراحل الاخيره من الدوري العام. وحتى اللقاء الدور الاول انتهى بفارق هدف. بالفعل لكن تحديدا مباراه الانتاج القادمه بمعدل اخر مباراه الانتاج الحربي الجهاز الفني شايف ان مباراه الانتاج هتبقى اصعب كثيرا من المباريات الاخيره سواء امام الاسيوطي او امام النصر او بعض المباريات الاخيره اللي الاهلي فاز فيها بمعدل تهديف عالي امام مباراه المقاولين العرب. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، استعرضنا معاه كل احداث تمرين النادي الاهلي، عرفنا قائمه النادي الاهلي لمواجهه الانتاج في الغد. قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز ستكون صعبة وقوية لأنها أمام منافس قوي وعنيد، وأوضح كابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الإنتاج يقدم نتائج جيدة هذا الموسم بشكل واضح بدليل احتلاله مركزا متقدما، حيث يحتل المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة. وأشار مدير الكرة أن فريق الإنتاج يقوده جهاز فني على أعلى مستوى من الكفاءة،
مؤكدا أن الأهلي يتعامل مع جميع الفرق بنفس الدرجة تقريبا، ويلعب من أجل حسم البطولة الدوري في أقرب فرصة ممكنة. حصل كابتن سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي على إذن بالغياب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم بعد عودته من الجابون أمس الخميس. فجاء غياب معوض عن مران اليوم بسبب إجهاده الشديد من رحلة الجابون، ومن المنتظر أن يقود معوض مران اللاعبين الغائبين عن لقاء الأهلي والإنتاج الحربي والمقرر له صباح غد السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وكان مدرب الفريق قد سافر إلى الجابون لحضور مباراة العودة لدول الـ64 بين فريقي منانا الجابوني وريال كاجيجو بطل بوركينا فاسو، ومتابعة أداء الفريقين وكتابة تقرير مفصل عن فريق منانا الذي سيواجه النادي الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. عاد أنيس الشعلالي المعد البدني بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي اليوم من تونس بعد قضاء أجازة قصيرة بالتنسيق مع الجهاز الفني ومدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ. وغاب الشعلالي عن تدريبات الأهلي بالأمس، وقد تدريبات الفريق كابتن محمد أبو العلا مخطط الأحمال. وتوجه الشعلالي إلى تونس بعد مباراة النصر التي أقيمت يوم الاثنين الماضي بسبب ظروف خاصة. خضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي اليوم لفحص طبي للوقوف على درجه الاصابه في العضله الخلفيه التي تعرض لها في الفتره الاخيره التي ابعدته عن المشاركه في التدريبات الجماعيه، وتاكد غيابه عن مواجهه الغد امام الانتاج. وحصل السعيد على راحه خلال الايام الماضيه، ويبدا اليوم تنفيذ برنامجه العلاجي تمهيدا لعودته الى المشاركه في التدريبات. وإلى أخبار قطاع الناشئين، أعرب الدكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2005 على الأكاديمية الكندية وتأهله إلى الدور الثاني من البطولة الدولية في دبي تحت 13 سنة. فقال كابتن أبو المجد: هذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها براعم الأهلي في بطولة خارجية، مشيرا إلى أن ذلك سيضيف لهم الكثير من الخبرات في سن مبكرة. وأضاف أبو المجد أن براعم الأهلي أثبتوا قدراتهم الفنية سواء كأفراد أو من خلال اللعب الجماعي، مشيدا بالدور الذي لعبه الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سمير للوصول بالفريق إلى هذا المستوى الجيد. قال ميشيل سالجادو رئيس الأكاديمية الإسبانية بدبي والمنظم لبطولة الكأس الدولية للناشئين المقامة حاليا بالإمارات والتي يشارك بها فريق الأهلي 2005 أن وجود النادي الأهلي في البطولة له مردود إيجابي بدرجة كبيرة، وقال أن الأهلي هو ريال مدريد الشرق الأوسط ويكفي أنه بطل القرن في إفريقيا وعرق الأندية العربية والإفريقية وصاحب السمعة الرنانة في القارة السمراء والوطن العربي. وأشار سالجادو إلى أن فريق الأهلي 2005 يؤدي بشكل طيب للغاية ويضم لاعبين لديهم مهارات جيدة وحظوظ كبيرة في منافسة على البطولة رغم مشاركة أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وسيلتا فيجو وليفربول ويوفنتوس. أبدى الكابتن أحمد سمير المدير الفني لفريق 2005 لكرة القدم من النادي الأهلي سعادته بالتأهل للدور الثاني لبطولة الكأس الدولية للناشئين بدبي. وقال المدير الفني للفريق أن الأهلي استحق الصعود عن جدارة بعد فوزه على الشارقة والأكاديمية الكندية، وأضاف أن الفريق قدم عرضا قويا ظهر اليوم وفاز على الأكاديمية الكندية
بثلاثية نظيفة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد لولا التسرع وعدم التوفيق. فاز فريق برعم النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2008 على فريق الشمس بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملاعب نادي المقاولون العرب بالجولة الثالثة من الدور الأول لمهرجان البراعم تحت 9 سنوات. وقدم لاعبو الأهلي أداء جيدا في المباراة، وجاءت الأهداف عن طريق عبد الرحمن سرور وسيف محمد وسيف زكريا وشلبي يوسف وإبراهيم عيد، ويقود فريق مواليد 2008 الكابتن ممدوح عبيد المدير الفني ووجدان عزمي المدرب المساعد وعلي خليل مدرب حراس المرمى. فاز فريق ناشئ النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 على فريق الداخلية بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر ضمن نفسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة. قدم الأهلي مباراة حماسية منذ البداية وسيطر على أحداث المواجهة، وجاء هدف الفريق عن طريق صلاح رضا، ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 الكابتن محمد سعد المدير الفني والكابتن ممدوح عبيد مدربا والكابتن بهاء جمال الدين مدربا لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداريا.